صار حزام ناري، فنزلوا لنا البيت احنا وعدة بيوت من هنا. طبعا بيجي يمكن 10 ولا 15 بيت نزلوا مرة واحدة في الحزام. بدأ اشوف البيت، اتذكر الايام الحلوة اللي كنا عايشين فيها، ولا ولقيته سبحان الله راح البيت. بنيجي نشوف احباب والجيران، لا في مية ولا في اي حاجة، ما فيش لا اكل ولا حياة ولا مية. والله بنفقد بيوتنا اللي انهدمت، عندنا بيتين وبيت اخوي ومصنعنا، والحمد لله على كل حال. بتنامها؟ لا ما بننامش. ليش؟ ما فيش مكان نوافيه يعني، بيوت مدمره، ما فيش الا الشوارع زي ما انت شايف. الوضع الامني كيف؟ والله حاليا الحمد لله يعني في هدوء يعني. اه لكن تامن؟ لا طبعا، لا 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 فيش امان، لحتى الان ديمه الحرب لم تقف، فيش امان. حتى المناطق اللي بيسحبوا منها الجيش غير آمنة طبيعي. نعم، وممكن يكون مخلفات من وراء الاحتلال لسه انت مش فاهمها ولا عارفها. ان شاء الله راجعين من عندنا يقول وقف اطلاق النار، قاعدين حتى فوق دورنا المهدم ان شاء الله صامدين يعني.